بت البدر حبابك والله، هلا بيكي حبابك يا راكزة. هلا بنورك والله يا غالية. حافظ حبابك والله، حسن حبابك والله. حبابكم كلكم يا اخواننا، ابو ابراهيم، عبد المجيد، مهند، هلا بك. الخنساء المرضي حبابك والله، رضوان، عثمان، ابو عمر حبابك. طيب في ناس كده يبدو انه ما عارفين طبيعة عمل الصفحة. توضيح بسيط كده بس باختصار، في ناس ما عارفين طبيعة عمل الصفحة. في ناس تابعونا بعد 15 ابريل، وفي ناس جونا قبل شهور يعني او قبل شهور، ما عارفين طبيعة عمل الصفحة وما عارفين يعني القرض من الصفحة شنو او هدفها الاساسي شنو. الكلام ده قلناه مرارا وتكرارا. الناس القديمة انا عارف انهم عارفين يعني وفاهمين، ولو نزلت نقطة هم بيفهموها، لكن دايما الاشكالية بتجي من الناس الجدد دي المفتكرين بس انا يعني مهتم بنقل اخبار الحرب والتفاصيل. لا لا، الصفحة دي اساسا غرضها الاساسي كشف وفتح والتشهير بمنو بالمرتشين الفازين. بنعريهم هنا، بنكشفهم بنكشفهم. بلد ما فيها قانون، ناس ما عندهم ضمير، عايشين على جيب المواطن، شغالين ابتزاز، شغالين تحشيرة. بالنسبة للناس اللي ما عارفين تحشيرة دي، بعرفوها البوليس تحشيرة يعني يخطوك في بلاق أو يبتزوك ببلاق او تدفع او يودوك قدام. فالعينة دي بالذات بنجيب منهم عيناتنا، ضباط كانوا هم افراد، حتى المرابطين اللي كانوا بيتبعوا للمرور كنا بنكشفهم هنا باسمك وسكنك ورتبتك والجغمة اللي جغمتها والتحويلات اللي تحولت لك في شعارات في الاشعارات اللي جاتك، بنفضحك. حتى وكلاء النيابة القضاء برضو جبنا منهم عينات هنا. فشنو؟ ما تجيني يعني في ناس كده الواحد بيجيك لا لا خلينا في هدف الصفحة وما عارف ارقلك منه. ده ما هدف الصفحة، ده هدف الصفحة ذاته. يعني الحرب دي الليلة انتهت، انت لو جيت تابعت الصفحة دي لقيت فيها كم الف الناس دي كانوا زمان انا بعمل معاهم شنو؟ بونسهم يعني؟ الناس دي بيجوا بيعرفوا الطالح والصالح منه. مشيت شمال ده والله العظيم من ارض مكتوالي ما عندنا لا اي حاجة، تطير تدق راسك في السماء ما عندنا لا اي حاجة، معنى لك اي حاجه. تزعل في العين الفات فتح بلاغ، انا فاتحين فينا اكثر من 180 بلاغ، دي رصدتها اكثر من 180 بلاغ. كان ضابط الفيمشي ابراهيم شهر بي، ابراهيم قال لي وما عارف، وفي قيادات ما شاء الله تبارك الله والله شغلوا معنا كويس، بالذات في عقيد كده كان جابه في الشرطه الامنيه. انا بتذكر يعني الزول ده اشتغل معنا كويس، بيقول لي ما يجي زول جاب ابراهيم هنا ده احفر وراه، وكتار اللي وديناهم السجن وكتار احالهم وكتار، انت عارف طبعا بلد المحسوبيه والواسطه والكلام ده. فادوش تمام نخليك ولا بنرحمك، والتنظير ما بينفع. الناس بتخاف من الفضيحه اكثر من ربنا، وما في قانون بيحكم الناس، ما في قانون بيردع، والله العظيم كلها مجاملات يعني كلها مجاملات. عشان كده انا شفت زول ما ماشي دغري ده ضده وبنردمه، مشيت دغري والله بنديك حقك وبننزل بك إشادة في صفحتي دي. في ضابط في بورسودان اسمه رامي، رامي إبراهيم بن ناوي، أنا ما أعرف الرائد ده يعني الزول ده أي نوع من أنواع البشر، ولا أنت مفتكر النجوم دي بتدوم يعني، ولا مفتكر يعني إنه الشغلة دي بتدوم؟ لو بتدوم كان دامت لمحجوب حسن سعد، كان دامت لمحمد نجيب، كان دامت لعز الدين الشيخ، كان دامت ل داك الدولار، كان دامت لابن الوليد خالد بن الوليد، كان دامت لكل القيادات دي. يعني انت رايد رايد يا سيد، ها رايد وقاعد في مركز خدمي، بيجيك كبير السن، بيجيك ما بيعرف يقرا، بيجيك المحتاج وصف، ما كل اللي بيجيك
الغرض او بيكون عايزك تتجاوز زي القانون، حتى لو في توجيه وجه الزول بطريقه بسيطه يعني. في النهايه انت شرطه في خدمه الشعب يعني، انت بتاخد مرتبك بتتغاضى مرتبك ده مقابل خدمه المواطن ده، وما جايك في بيتكم يا رامي، ما جايك في بيتكم ولا قال لك باب قال لك يا رامي يا اخي اعمل لي، لا لا انت شغال وبتاخد مرتبك وغصبا عنك يجيك. المره الاولى اتنهرت في زول كبير في العمر، ده الناس القنصليه المصريه، اتنهرت في زول كبير في العمر بكى قدام الناس يا اخي، زول اكبر من ابوك ذاته يا اخي، معقوله؟ جابوا لك حاله بتاعت حاله مريضه بكانسر، جابوا لك الاوراق قدامك يا اخي، دي حالات استثنائيه، وين انسانيتك يا اخي؟ تستثنى؟ لا لا والله العظيم ما عارف شنو، الساعه 2 قلت لهم لا لا امشوا تعالون يوم الاحد، كان يا اخي الشغله دي دكانك ولا دكانكم يا اخي، ناس جايينك في مركز خدمي، جايينك في مركز خدمي، تعاملك مع الناس وصوتك عالي، ليه ترفع صوتك يا زول؟ ده مواطن عنده حق في البلد دي، وده حق من حقوقه، وانت شغال بتاخد مرتب من ترفع صوتك ليه؟ ليه تهرش يعني استغلال السلطه ده؟ تهرش ولا شنو؟ شفت المعرابي ده؟ كتارهم كتار، تلقاهم عايشين استقلال وتلقاهم برعبوا الناس، ده النوع ذات اللي بخلي المواطن اكره الشرطه. شفت النوع ده اللي بخلي المواطن اكره الشرطه، ولو شافهم جايبين الكلام للشرطه اللي انتوا. زي ده طالما انك انت ما عندك فن التعامل مع الجمهور. يرموا بك في اي محور. تمشي اي محور. تمشي هناك تدور بلي زي ما الرجال مدورين بلي عشان ما تقعد تسابل على الناس، وانا ما بخليك والله العظيم اقسم بالله اجيب تفاصيلك كلها، تاكل شنو؟ تشرب شنو؟ مثبت وين؟ قاعد والله العظيم تاني بعد كده انا بس في خطراتك، في خطراتك ما عندي لك اي حاجه، شغل الشاغل تاني انت. ولو وزاره الداخليه ما اتخذت اجراء، الضباط على قفا من يشيل، انت قاعد شغال لي محسوبيات ويجيبوا لك ناس بالتلفونات تعجل لهم اجراءاتهم، وناس قاعدين بالشهور تزلوا فيهم وتهينوا فيهم، ليش نو؟ بلد حق ادب امنو؟ بلد حق ادب امنو يا اخي، لما انت رايد جاي تحكم لنا في قنصليه كامله وتهرش الناس توديهم شمال وتوديهم يمين وما داري زول يتكلم معي بصوت عالي، ليه؟ ليه من انت؟ ليه ما يتكلموا معك بصوت عالي؟ ما بشر مالك؟ مواطن انت تحترمه. تحترمه. فانا وراك وهسي هسي انا بخليك من بكره والله بدور فيك. والله العظيم ومدير عام قوات الشرطه ما اقالك من منصب او ما نقلك من حتتك دي، نحن بننظم الشرطه عامه والله العظيم، عينات زي دي تضيع البلد ذاته، تمشي هناك تمشي المحاور تمشي تدقها مع ناس ابو طيره ديل مالهم بسل مكتوب على منهم كداب عن البلد دي، تمشي ثبتت كثير ذاتك يا زول، قاعد لها محل التكييف محل المويه البارده ويحولوا لك في اشعارات وامورك ماشيه، تقعد تزاج في الناس، تقعد تزاج في الناس يا زول، سهل انت ولا شنو؟ اغلبيه الطاشرات والحاجات دي مجانا، الناس دي فارضين فيها رسوم وسماسره ودنيا وعالمين وما عارف هناك، ونحن ساكتين لكم بعد ده جابت لها كمان استفزاز، استفزاز المواطن المسكين الغلبان المغلوب على امره ده نازح يا جاري يا اخي، وانت ذاتك ما ثبتت يعني، تجي في النهايه. لكن انا قلت لك وراك والله العظيم، وهسه كتار اتصلوا علي وتواصلوا معي والله، فيما العميد وفيما العقيد وفيما الانايه، وقول لي الموضوع ده تحت، لكن انا تحت ده ما بعرفه والله، طالما انك دشت وجيتني في ملعبي ده مرحب بك حبابك وارخي جسمك، وبعد كده تشوف البلبس ما عندنا لك اي حاجه. طيب ال 1500 جيتوا زي الناس تشير، اي زول دخل البوست ده لايك شير ملصقات، انتوا عارفين الصفحه بتعاني، عارفين الصفحه بتعاني، اي زول داخل اللايف ده لايك شير ملصقات عشان نقدر نحافظ على البث وما يتحذف. في ناس فاهمين طبعا القصه وعارفين الشغل كويس، بيجوا داخلين الصفحه دي طوالب شيروا يعني، ده الناس اللي بيهمهم استمراريه الصفحه، اما الجماعه اللي بيجوا من برا بكشفوا وبمشوا ديل، فشير لايك ملصقات عشان نقدر نحافظ على الصفحه. ما قاعد نقصد زول والله، ولا بنقصد اعمالك، بس اعمالك سمحه والله بنشدك، بنكتب اشاده زي ما زمان كنت قاعد اعمل، فلان الفلاني من الحته الفلانيه الزول ده عمل كده وكده وكده، لكن والله بس هبش ليه المواطن ده انت هبشتنا، انا ما عندنا اي حاجه،
والله ما عندي لك اي حاجه اقسم بالله العظيم. ما عارف مواطنين بخافوا ليش؟ اقسم بالله العظيم زي ده انا ابقى لك شفته في رقبتك هتوديني وين يعني؟ هتعمل شنو يعني؟ هتعمل شنو؟ ما انت ضابط بتاع شرطه يعني، هتعمل شنو يعني؟ تمسك الهواء من الزول؟ نعم تمسك الهواء من الزول، عندك اجراءات نفذ الزول مع اجراءات وانت قاعد مثبت. بعدين انت ما بتعرف ذاتك شغل، كونك قاعد في الحته دي في اللحظه دي بالذات تقعد تهبش الناس وتقع في ضد المصطفى. انت يا صاحبي ايامك في الشارع دي انتهت والله، والله العظيم القنصليه دي اتفقدها كويس والله. وخد لك ذكرى منا، وخد لك ذكرى، وخد ذكرى يا معلم، فهمتني؟ اي ركن في مكتبك ده وخد ذكرى منه كويس. انا كنت في الركن الفلاني ورب الكعبه انقلك منه والله، ما انا قلتك منها ما بقد المصطفى. تستقبل ولا شنو انت؟ تستقبل ولا شنو؟ حتى علاقتك مع الزملاء، زملائك علاقتك معهم كعبه تتنهر في عساكرك ليه يا زول؟ ليه انت منو اصلا؟ انت بتتكلم كيف يا زول؟ ها؟ فما بتاخد وقتنا يا رامي، احنا بنشتغل معاك وتاني يومين تترقب صفحتي. انت شايفك قاعد تترقب الصفحه دي كويس وتشوف البل، بس سردب لنا، سردب لنا والله. والله انا شفت حق الراجل الكبير اللي بكيته بدموعه ده والله يجيبوا منك ثالث ومتلد. ها وفي معلومه ثالثه بتقول انه الحاله المرضيه جاتك انه المراه توفت. والله العظيم في معلومه زي دي انه المراه العاكستها وهنا توفت. يعني انت قلت لك اقسم بالله وقعت معانا وقعه كده عجيبه والله. الشرطه ما شالتك؟ ها ده كلام ثاني والله، ده كلام ثاني. الناس كلها لازم تعرف يا اخي، تفترى على شو انت يا اخي؟ الناس عينها طالعه يا زول، الناس ما لاقيه تاكل ما لاقيه تشرب، ابسط خدمه تقدمها وحق مشروع تفترى على الناس وتقول هذا بقى حلو؟ طب المواطن ده قايل شنو؟ شغال معاك انت ولا انت مالكه؟ ما ده شغلك يا زول، معقوله دي؟ طيب بالنسبه للموقف العملياتي الايام دي يا اخواننا، طبعا ملاحظ انه الجيش وضعه اتحسن، وضعه اتحسن عديل وارتاح، وده شغل المؤسسه ما الشغل بتاع طقع طقع وقوم جاري والسياسه بتاعت انا اخسر ناس ما بهمني المهم استحوذ على الارض والكلام ده. جيش شغال عكس ده، رغم اننا احنا كنا معترضين في كثير من المحاور وعندنا الحق، وهسه انا معترض في بعض المحاور انه ما في تحرك ما في تحرك، لكن الجيش التكتيك الماشي بيه ده صراحه كبت فيه الجنجة خسائر فادحه، والشغله دي ظهرت فيهم في جروباتهم بيكا زي البيكا اقسم بالله العظيم، جقلبه وسكلبه زي السكلبه وتحييد بتاع قيادات. والايام دي بيعانوا من تحييد الاطقم بتاعنا مدافع والمنظومات، نازل فقدوا كم منظومة؟ فقدوا كم؟ نازل أمس فقدوا 3 منظومة، اتجاهات بحري بيغادر هناك 3 منظومة فقدوها. تم تدميرها، نحن ما جبنا تفاصيلها. كذلك قارب بيغادر هناك اتجاهات الكومة، برضه نازل فقدوا منظومتين. فقدوا منظومتين أمس، في كبكابية برضه فقدوا منظومة. فالأيام دي في شغل وفي معلمين كده مدورين الشغلة دي بكل فهم وبيروقان، ومتقلين دمه ما نحن نقول الدارين نقول ما شغالين بينا، بيشتغلوا شغلهم مع انه الشغل ده كله قاديه بس الربيع. والقيادات اللي بيغادي هناك ديل ناس هتوصل ديل نهائيا، هذا شغلهم ما مغنع ما مغنع ما مغنع ما مغنع على الاطلاق. حتى سامي الطيب برضه شغله ما مغنع، الا اذا كان المتشيات يا اخي شغالين بيفرضوا جزية على الناس عديل، بيدفعوا القرى تدفع 5 مليار تدفع ما عارف شنو، وهو قاعد قاعد صاحب الطيب قاعد والله العظيم مرتاح والله ما باين عليه زاد، شايل هم سمين وامين واموره تمام ويمرق الضحك. تضحك على شنو انت يا تضحك على شنو يا افشل ضابط مر على تاريخ القوات المسلحه واجبن ضابط مر على تاريخ القوات المسلحه انت يا صاحب الطيب، اقسم بالله اجبن ضابط مر على تاريخ القوات المسلحه انت، انت واحمد الطيب والربيع والله العظيم ديل غايته، ومعاكم قد البخيت زول انسحب من الجبل، اما قد البخيت الشيباني ذاك الشيباني انا والله زول من شفته عامل دقنه لابس يا اخي زول لو لابس لو كاكي اقسم بالله تقول قايم من تحت عربيه، تقول قايم من تحت عربيه، لا هيبه لا ثبات ولا 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 فايتهم والله العظيم اذا مزبله التاريخ والله ما ننسى لكم ليوم الدين، اقسم بالله العظيم ما بننسى لكم تفريطكم واستهوانكم واستحقاركم يعني ده شنو ده؟ تسوى فوق ده شنو ده؟
هل حصل في طريق القوات المسلحه في قيادات اشتغلوا بنفس طريقتكم دي؟ لو كان الجيش بالطريقه دي انتوا كانوا وصلتوا لرتبه لواء؟ لواء، انا لواء اقعد يقعد يتحكم في ناس السيطره، انت ما تشتغل زي معاويه ده، ما تشتغل زي معاويه ده، لكن والله بننظفكم اقسم بالله العظيم. طيب الايام دي يقول لا الجيش شاد حيله، دي حاجه ما بننكرها نعترف بها، حقيقه الجيش شاد حيله وشغال وارتاح، وصلته عدة جديدة والناس شافوها، شافوها حتى الأيام دي في التوزيع على المحاور، مثلا نذكر المناطق، الناس شافوا العدة الجديدة، كان مدفعية، كان عربات دفع رباعي، كان مضادات، كان شنو، كل الحياة دي، وفي دفاعات دعمت كويس، وحتى على مستوى الطيران، الطيران الأيام دي قايم بشغل كبير جدا جدا، شغل غير مسبوق، شفتوا الناس دي كلهم في أي محل لملموا كمية من الناس ومسرحيات، وهنا نازل دق ودق زي الدق، شفت العياط اللي هنا ده كله، بسبب الدق اللي ندقه الايام دي، حقيقة الجيش شغال، حقيقة الايام دي الجيش شغال، احنا الكلام ده ما بننكره، اشتغلت نديكم حقكم، والله شغالين شغل عادل، شغالين شغل بكيف، شغل غير مسبوق، النازل ما كان بيشتغلوا بالطريقة دي، الايام دي في رصد عادل، في رصد، الايام دي مدورين الشغل بفهم، ودخلوا الجنجة في حسابات، يا اخوانا الجنجة دي الخافة عديل، نازل قال لك لا للحرب، نازل اي زول فين طالع لايف يقعد بشبكك، طالما بيت الصلح وطالما عارف شنو، ما نازل مبلولين، مبلولين والله العظيم، وين الطرس بتاع الميديا ماشي في بعض النازل، لكن والله في الواقع ما عندهم اي حاجة، في الواقع ما عندهم اي حاجة، فالموقف العمليات مشرف، مشرف رغم انه في تقصير في بعض هنا، لكن مشرف، مشرف، ناس بيقول لك الطيران ما بيحسم معركه، لا لا بيحسم، يعني بيحسم معركه، الطيران بيحسم، هاي الطيران بيحسم في حتات كثيره، في حتات لو ما كان الطيران ده وصلها كان زادوا مشكله، الطيران قاتل كم الف يا اخي، لما تقول ما بيحسم مدمر كم عربه قتاليه، تيجي تقول لي قال ما بيحسم مدمر كم عربه قتاليه، تيجي تقول قال الطيران ما بيحسم، الطيران بيحسم، لكن المفروض يكون معاه شغل ارضي، طيران ثم شغل ارضي، طيران الايام دي توجيهاته ما شاء الله تبارك الله، نادي المدعوين الشغل ماشيين كويس جدا جدا. طيب الدنيا طبعا نبدا بغرب امدرمان، غرب امدرمان المتعاونين، والكلام ده احنا قلنا لكم قبل اليوم وحذرناكم لكن انتم ما بتسمعوا، ونصحناكم لكن انتم ما بتسمعوا، عاملين في ارسنكم كبيره، عاملين فيها رسينكم كبير الايام دي، وريناكم قلنا لكم الشغله اختلفت، والجنجل كان في غرب امدرمان دي ما الجنجل بتاع زمان، لا تسليحهم بتاع تسليح زمان، ولا اعدادهم ولا مقاتلين، نادي ساقوا او انسحبوا بالقوات الاساسيه، وخلوا لك المتعاونين، خلوكم تامن بكم شغل، تامن بكم شغل فقط، الايام دي العمل الخاص شغال، يعني عندك باكوبي مثلا اخوه يستلمه، اخوه دعمه انجرم، اخو زوجته برضه انجرم، ده طبعا شغل كبير جدا جدا، ده شغل بتاع مداهمات وبتاع عمليات نوعية خاصة مبني على معلومات استخباراتية دقيقة، ما شغل ساي، وده البل ذاته، يعني احنا الان بقينا في مرحلة تنظيف المتعاونين، ده غرب ام درمان، عقبال العمليات الواسعة، وزي ما قلنا لكم بتجري التجهيزات انه تكون في عمليات واسعة في محور ما، في عمليات واسعة ان شاء الله حتكون في الايام المقبلة، وما في حاجة الجنجة غرب ام درمان والله ما عندهم اي حاجة، والله العظيم شفتها بكم مرتدة كده، والله ما تلقى زول هنا، كم زاد ما مصدقين الناس قاعدين لحد الان لشنو، ما مصدقين الكلام ده اطلاقا، ما مصدقين انهم لحد الان قاعدين لشنو، وليه لحد الجيش ما لحد الان الجيش ما قادر يتحرك، اقسم بالله ما هينهم الجيش بس، والله ما هينهم الجيش حن عليهم بس، لكن هسه لو فكوا القشم ده اقسم بالله يرفعوا تمامهم ويستلموا عدتهم ويرتكزوا في محل كانوا قاعدين، والله العظيم. طيب الليله في شغل لكن شغل بسيط، في عربتين تم تدميرهم ده غرب ام درمان، في عندك بعض الضربات المدفعية ما شاء الله تبارك الله شغالة كويس، المدفعية الأيام دي شغالين أمورهم تمام، ما عندهم أي كلام، أمورهم تمام في كل المحلات، بيعزف عزف زي العزف في كل المحاور، جنوب الخرطوم
عندك اتجاهات بحري بقادم هناك، عندك في مدرمان شغالين رازعين رصح صح، وده كله من فوائد العدة الجديدة والشغل الجديد، شغل كله بالملي. طيب عندك جنوب مدرمان ما في حاجة اخوانا الامان، عشان نكون واضحين مرة الجيش بيشتغل مسيرات وبيشتغل مدفعية. قبل يومين جرب في نادي المدفعية ده قدم في معسكرهم هناك، دمرت عدد من العربات وعندهم تكر بتاع مويه انجغم، وفي جماعه صيجوا زاد وقال يمكن المعركه بدات، وهي المعركه لم تبدا بعد، تحرك الارض لم يبدا بعد. طيب جنوب الخرطوم شايفين طبعا المحيط الشقال والتقدم الشقال والعمليات النوعيه الشقاله ما عندها زمن ولا عندها حد، شقاله مهند ورفاقه شقالين، والارتكازات او الدفاعات المتقدمه نوع التامين الفيها ونوع السلاح الفيها، دي المدرعات زمان كان بيهجموها بالغارات بالافواج، هسه وين؟ هسه حياتهم كلها بقت حاجات يعني هجوم كله بقى هجوم باهت خجول كده، وبتم التعامل معه. ها ارتكاز مدرع بتقول مدرعتين ما قوموا ارتكاز متقدم بس فيه تسليح متواضع يعني، ده حتى بدايه الارتكاز ذاته ما عندهم حاجه يعملوها الان في جنوب الخرطوم، ما عندهم اي حاجه. تدوين شغال، مدينه الرياضيه، الحزام، الحتة دي ما شاء الله الامور ماشيه كويس، وفي عمليات خاصه قلت لك الناس اللي بصحوا عادي يلقى الناس هوي قوم احنا جيناك يا زول والله، وفيها ما في مواقع كان تابع للجنجة جادعين فيها، ما الناس اللي بدوا ناس مساوي ومش مخلون بالنظام، احنا قاعدين هنا وما عارفين انهم ذات الجنجة الناس اللي مبلوا في حسابات الجنجة الناس اللي قاعدين، لكن ما الجنجة ما عارفين الناس اللي زمان تم تستيفهم يعني. بحري ما شاء الله تبارك الله الليله في شغل ممتاز جدا جدا في بحري، ويوميا الشغل ده مستمر وشقال، وناس بحري ده بالذات شفتها لو فكوا لهم اللجام ها وادوهم توجيهات الاكتساح والتحرك الارضي، والله نازل ما بياخذوا معاهم زمن، لكن احنا الشيل بقنع ود الحسين انه الشغله دي ها خلاص شنو ما عارف ود الحسين فاهم شنو من الشغله دي، ما اكيد الفاهم طلعت امد الحرب يعني ما في فاهم غير كده، كل الشيل اللي بيحصل ده ها بياكد لنا انه نازل ما دارين انه الحرب دي، والله العظيم ما دارين انتوا من الدنيا دين دارينها بس شغله تكون كده ضامنين، عشان كده شفت الدلع وحبس الجيش والكلام ده كلهم ضامنين الشغل ده. طيب في جبال قياد كوبر بيغادب هناك في عدد من العربات القتاليه تم جغمها بالكامل، تم بلا تم التعامل معه، هدف متحرك جنجة كوبر بيغادب هناك بكوا فيها دم كويس، تم جغمها الحمد لله رب العالمين، ده شغل مدفعي وشغل بتاع مسيرات يا جنجة. حاول المصفى ركاز الجنجة الموجودة هناك بقت هدف ثابت للمسيرات، هدف ثابت للمسيرات يوميا المسيرات تجغم فيهم ديل اللي قاعدين في مصفى، والله نازل حالهم يغنى عن سؤالهم، والله حالهم يغنى عن سؤالهم، ونازل أقل عملية ها أرضية ولو كانت متواضعة وحياة الله بتقومهم من هنا، لكن البغنى ود الحسين شنو يا معلم؟ البغنى ود الحسين شنو؟ يقول له ود الحسين اتحرك، النادي ما فضل فيهم حاجة شنو؟ ولا لك ان في علو هاشتاقات نقول ود الحسين يا اخي اتحرك النادي ما فضل فيهم حاجة. طيب ليلة في ثلاث عربات هناك في المصفى تم تدميرها بواسطة مسيرة، برضه في هدف في المقرن تم التعامل معه بواسطة مسيرة، وفي قصف مدفعي اتجاهات المقرن بيغادب هناك. طيب عندك اتجاهات الجزيرة يا هو المحور الوحيد الشقال وماشي ومستمر، محور بتاع المناقل، محور بتاع المناقل جنجة هناك اصبحوا يعني بعانوا، اول المحور ده بقى لهم كابوس، لكن بقية المحاور في نوم في نوم ما في اي حاجة والله في نوم. ها المناقل ده قبل يومين عملوا كمين كده داغن علاقة الجنجة، قائد المجموعة، الدفار بتاع الذخيرة، ها الضارب بتاع 23 و23 كله انجغل كله انجغل. طيب حول سنار ما في حاجة لا شيء يذكر، عمليات جوية متقطعة، قصف مدفعي، ما زالت القوات بعيدة يعني بعيدة من الدندر، ما زالت بعيدة من سنجة، برضو جبل موية ما في أي استعادة لجبل موية، قصف مدفعي، شغل بتاع مسيرات، والحال في حاله يعني في حاله ما في أي تغيير ولا في أي تحسن،
عارف الحاصل شنو في الشغله دي. ومصادرنا هناك بيقول لنا نازل بيوعدونا، بيقول لنا الليله، بيقول لنا بكره، ما في اي تحرك ولا في هنا. الله المستعان قايد. طيب الفاشر ان شاء الله تبارك الله، الفاشر يقنع لاي جنجة والله العظيم. وقلنا من بدايه الاحداث احنا راهنا على رجال وما بيخذلونا باذن الله، ما بيخذلونا. والجنجة الفاشر دي بقت لهم كابوس. وعايز تعرف الموضوع ده خش جروباتهم، شوف البيكا وشوف السكلب وشوف الجقلبه، قول لهم احنا قلنا لكم خشوا الفاشر، يا خشوا كيف يا جنجة. ما هو سؤال، انت اللي بتقول احنا قلنا لكم ده، انت ما تيجي تخش معاهم. انت ما شفت الناس دي اخر حاجه عملوا فيهم شنو؟ اخر جلد جلدوها الجنجة دي حول الفاشر دي، ما جلد بتاعت زول تاني بيجي يعني. انا ذاتي لو كنت معاهم كان بكون عاقل والله، والله العظيم. كفايه الناس الصيجوا يا معلم، انت قال الشغله دي سهله زي ما انتم شايفين في اللايفات يا زول. ده مطر، مطر بتاع 23، مطر بتاع 23 صب في الجنجة اليوم دي. ها ثلاثه متحركات مرقوا منها متحرك وربع، ثلاثه متحركات مرقوا منها متحرك وربع. جنجة هناك ما عندهم حاجه يا زول، والله الدقل اللي دقوا اقسم بالله انا لو كحالهم بشطه والله العظيم ما يقدروا يجوا بيغادي هناك. وزي ما قلنا ناس المشتركه يا اخي، انتقلوا لنا من مرحله الدفاع الى مرحله الهجوم. انا بتكلم عن حول الفاشر، المحاور الثانيه دي عارفها وعارف راكد لكم فوق راي، وعندكم معركه فاصله قاعد تحضروا لها، وكل الهناء جاهزه يعني، كل الترتيبات جاهزه، لكن برضو اتحركوا لنا. طيب عندك الوحل، الايام دي الجنجة طبعا الوحل قطع قلبهم، الوحل بقوا هدف ثابت. جماعة جايين هناك في الحدود بقال لهم بل تقيل، وحل وجغل والله العظيم، دقهم دق زي الدق. طيب عندك قبيش، وما ادراك من قبيش اخوان. المعركة بتاعت قبيش دي ما الليلة، معركة قبيش دي امس، ما اليوم، معركة قبيش دي كانت بالامس ما اليوم، في حتة اسمها، في قرية اسمها عبيد، ومزميل بيغادي هناك. الجنجة جغموا فيها جغم انت قايل الحمر ده بهضره، انت قايل يا جنجة الحمر ده بهضره، اقسم بالله ساقوم لك سواقة لمن قالوا ما دايرين، والله يلوم بلوم لك بل لمن قالوا ما دايرين. الاحتياط، قوات الاحتياط وابطال اللواء 18 ساقوا نادي السواقة دي السواقة، ما عندهم أي ثبات يا زلمة، ما عندكم أي ثبات يا جنجي هناك. قائد المجموعة دنيا زايلة، وعدد كبير جدا جدا من الجماعة الأعمار ما بتتراوح من 17 18 عاملين فيها، ده نعمل حركات والله بلوم لك وساقوم لك سواقة كده لمن قالوا ما داير. أقسم بالله العظيم استخدموا معاهم كمان سلاح متواضع، بس سلاح متواضع الجماعة دي عرضوا وقاموا جاري. تحية لحمر عموما، والمنطقة دي أنتوا عارفينها والجنجة شابكنا لك احنا ومعركة، معركة شنو يا زلمة؟ مطلع لكم بيان باهت قال معارف تعرضت قواتنا ونادي جاينا في السوق، سوق شنو يا زلمة؟ انت غلط حاجة في السوق يا جنجة؟ نازل جوك جموك عديد تجي تقول قال جاينا في السوق؟ ما في حاجة يا اخوانا، الشغل ده كان امس والمعركة انتهت، والجنجة مهزومين 6-0، ما تقولون فيها 6-0. طيب البرهان، ضغوطات على البرهان، تفاوض، التفاوض، وحننفذ لك شروط جدة، امشي اقعد في جنيف، والله العظيم امريكان قايمين وقاعدين في الموضوع بتاع التفاوض ده باي شكل من الاشكال. داير البرهان يواصل، البرهان شابك في حاجه واحده بس، جدة، شروط جدة. نحن ما بنمانع وما بنماطل عشان ما الشغله تيجي عكس، لكن بشروط جدة، ودارين توقعوها نرجع جدة، ما عندنا علاقه بجنيف، ما عندنا علاقه بجنيف. وهسه البرهان في الايام الجايه ماشي امريكا، ماشي امريكا. في الناس اللي بيقول لك الزول ده ما عنده شرعيه، طيب زول ما عنده شرعيه ماشي امريكا عنده شنو؟ سؤال، زول ما عنده شرعيه ماشي امريكا عنده شنو؟ زول بيخاطبه برئيس مجلس السياده، وين المصيج حمدتي؟ سؤال، وين المصيج حمدتي؟ اليمن دي ما له بطارد ونازل ولا شنو؟ اليمن دي ما ظاهر بطارد ونازل ولا شنو؟ فما عندكم حاجه ينجي والله، اقسم بالله العظيم شفته عسكريا سياسيا مهزوم، ما عندكم اي حاجه، انتهيتوا انتهيت. فلان قاعد ساكت، يجي قال ده قسم من الباشا طبيز، يجي يقول لك قال احنا دمرنا ما عارف كم من المقاتلات. كذاب يا زول، دمرت شنو؟ دمرت شنو؟ انت كم دمرت الجماعه اللي هناك دقتهم مطره؟ جنجل في هنا دقتهم مطره ما دقتهم؟ دقام الطيران اللي عمل لكم هوس الايام دي،
وخلى جنجا كلهم يطالبوا بالتفاوض. عندك في الكلاكلات بيغادي من هناك شاف كل لقى الناس التفاوض والتفاوض فشل. ليه ده جنجا بتاع الكلاكلة؟ انت يا جنجا الكلاكلة اكثر ناس مرتاحين ونايمين ها في العسل، اموركم تمام، ماجرين شبكة واموركم ماشية. انتوا لو كنتوا زي الجنجة بتاعين الجيل تقولوا شنو؟ لو كنتوا زي الجنجة بتاعين بحري تقولوا شنو؟ لو كنتوا زي الجنجة حول الفاشر تقولوا شنو؟ انتوا اكثر ناس اموركم ماشية، ما لكم مال تفاوض وما تفاوض، ثبتوا ساكت. نحن ما داري معكم تفاوض، نتفاوض معكم على اي اساس يعني؟ نتفاوض معكم نحن نتفاوض مع قوة عابرة للحدود؟ ما نتفاوض معك نحن، بس بنتكامج معك كده بس. ولحد هنا اخواننا ونقيف، وإلى أن نلتقي غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس ما تنسى شير لايك مساقات عشان شنو؟ البس ما يطير يا أخواننا. السلام عليكم.